الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس الاثنين الفريق أول ركن عوض محمد بن عوف وزير الدفاع السوداني، وكان حاضر الاجتماع ده الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، فضلا عن طبعا عبد الحليم سفير السودان في القاهرة. في إطار هذا الاجتماع الحقيقة السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إنه وزير دفاع السودان نقل تحيات الرئيس السوداني عمر البشير للرئيس السيسي، وأكد أن السودان حريصة على تعزيز علاقتها مع مصر ومواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء مختلف القضايا للتصدي للتحديات المختلفة اللي بتواجه البلدين. حكى كمان أن وزير الدفاع السوداني أكد وأعرب عن تقدير بلاده لدور مصر المحوري في الحفاظ على استقرار الأمة العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، مؤكدا أنه أمن مصر من أمن السودان وأنه مصر صمام أمان الأمة العربية بأسرها، وأعرب عن تطلع السودان لمواصلة التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين بهدف طبعا تجاوز أي عقبات ممكن تعكر من صفو العلاقات المصرية التونسية السودانية. وأضاف الحقيقة المتحدث الرسمي أيضا لرئاسة الجمهورية أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب خلال هذا اللقاء نقل تحياته للرئيس عمر البشير، واتكلم برضو الرئيس على العلاقات وعمق العلاقات اللي بتجمع البلدين، روابط تاريخية، علاقات خاصة ووثيقة، وأنه سياسة مصر الخارجية بتقوم على مبادئ وقيم راسخة لا تحيد عنها، على رأسها حسن الجوار وعدم التآمر أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتعاون من أجل السلام والبناء والتنمية. ده كان الاجتماع الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس مع وزير الدفاع السوداني.